مكابلو فور الذي يجمع نفايات 29 بلدة في قضاء النبطي إضافة إلى نفايات قضاء جزين يسبب ضررا بيئيا وصحيا على أهل كفور. من وراء قصة المكاب دبان الأخضر بصير يعمل لك حبة محل مغطي. 330 مليون ليرة دفعت للسماح باستعمال العقار 1117 كمكب للنفايات، لكن الملايين لم تذهب إلى خزينة البلدية، مما دفع سبعة من أعضائها إلى تقديم استقالتهم. هذا كان سبب الانفجار إذا بدك. حملنا السؤال المليوني مسلحين بالمستندات التي بحوزتنا لطرحه على الشركة الملزمة وعلى رئيس البلدية الذي جاء إلينا حاملا المستندات عينها، لأنه يعلم أن في تحقيقاتنا الاستقصائية لا مجال للاستعانة بصديق ولا لحذف إجابتين. هذه الورقة على تقمضية لخصيرك 100% وهي أجيب لك يا معي. قابض الشكات أنت معك في المكان وقابض الشكات بأسنى القوى السياسية. أنا بدي رجع حقوق أهل الضيعة، هيدي الجوار المحفورة كلها مين بيسويها؟ حضرتك موافق على تشغيل المكاب؟ لا مش مزبوط. كيف بعت طلب لوزير البيئة بأنه تفتح المكاب وبتقلي أنت ضده؟ مزبوط، القوى السياسية هي تتحمل المسؤولية كاملة. نعم 100%. طب بأي حق أنتوا فاتحين؟ بدك تسأل القوى السياسية. طيب أنت رئيس بلدية؟ يا تقبلني رئيس بلدية ومضغوط على أمري. مضغوط على أمري؟ عم بحكيهم. من مين مضغوط على أمري؟ من القوى السياسية، الأمر الواقع في منطقة النبطية. في مصاري مش ناكر، وأنا عم أنا اللي قلت لهم الأهل ضيع في 280 مليون. أنا اللي قلت لهم من علي عياش. يا أستاذ علي، في معك أنت مستند قانوني يسمح لك باستعمال هذا المكب؟ مستند قانوني غير موجود. مستند قانوني الأمر الواقع هو اللي بس هذا الموضوع الأساس في موضوع النسيان لا تحكمه الاتفاقات المكتوبة على الواقع. أنا أعطى السماح من مين؟ من القوى السياسية في المنطقة. مين القوى السياسية؟ ألو أغفل علي عياش الخط في وجهنا مقفلا علينا الحلول بذريعة قوى الأمر الواقع، علما أن هناك حلولا عملية تتمثل في وجود معمل لفرز النفايات يقلل بشكل كبير من أضرار المكب، إلا أن هذا المعمل لم يفتتح بعد على الرغم من إجراء مناقصة لتلزيمه. لن أعود إلى ملف المعمل، لكن كيف لمكب أن يبقى على رغم القانون ومعمل أن يقفل على رغم كل إيجابيته، وكل ذلك بذريعة قوى الأمر الواقع؟ نقول أنت مع أهل ضيعتك وبدك يسكر المعمل 100%. ليش ما بتستقيل؟ ما بستقيل بأسباب خاصة. كرسي يعني؟ ما بتعني لي حبيبي. يعني مش مع اقفال المكب؟ انا مع اقفال المكب ولكن ما بستقيل لاسباب خاصه فيي. هيدا طبرني. لا يعني واضح للراي العام. لا انا الراي العام مع اقفال المكب وعم تقبض مصاري من جهتي. ماشي، انا مع اقفال المكب ولن استقيل. انا بكره البلدية. انا بكره كتف انت والبلديه كلها وتنزل فيي تلف من عندك. هلا فيي انا هلا بدي اسكر المكب. في مجال دعيون هلا. ألو إيه قاسم؟ إيه حبيبي؟ يلا بس حدا حدا يعود علينا بس تطلب دوري درك تنزل معنا. طلب دوري درك تنزل معكم. إيه طيب يلا خير. يلا يعطيك العافية. يعني أنا ما بدي أحكي هيدا الكلمة هيدا. مين بدي أوصل؟ شو مهددين؟ إذا بتريد أستاذ هادي فيك تطلع على الكفور هلأ أنت وتشوف المكان من بعد أمرك. غداً من هي قوى الأمر الواقع؟ إذا كان في إشكال لغايات معينة مطروح بينكشف، وإذا كان الإشكال في منه جوانب قانونية صحيحة بيتعالج.